السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 3/3/2023. اليوم ريال سوسيداد تعادلت أمام قادش 0-0 مع بداية الجولة 24. غدا السبت بإذن الله تعالى 4/3/2023 ختافي هتلعب أمام جيرونا الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر على قناة بين سبورتس جيجوان الأولى. الميريا امام فياريال الساعه 5:15 مساء بتوقيت مصر على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، و مايوركا هتلعب امام الليتشي الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، واتلتيكو مدريد هتلعب امام اشبيليه الساعه 10 مساء بتوقيت مصر على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى وبين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. متصدر الدوري برشلونة في المركز الأول ب 59 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني 52 نقطة، ريال سوسيداد المركز الثالث 44 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع 42 نقطة، ريال بيتيس المركز الخامس 40 نقطة، رايو فايكانو المركز السادس 34 نقطة، فياريال المركز السابع 34 نقطة، أوساسونا المركز الثامن 33 نقطة، أتلتيك بلباو المركز التاسع 32 نقطة، ميركا المركز العاشر 31 نقطة، جيرونا المركز 11 30 نقطة، اسبانيول المركز 12 27 نقطة، سيلتا فيجو المركز 13 27 نقطة، قادش المركز 14 26 نقطة، الميريا المركز 15 25 نقطة، اشبيلية المركز 16 25 نقطة، بلد الوليد المركز 17 24 نقطة، فالنسيا المركز 18 23 نقطة، ختافي المركز 19 22 نقطة، وإليتش المركز 20 والأخير 9 نقاط. متابعينا الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، المركز الأول روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سجل 15 هدف، المركز الثاني خوسيلو لاعب اسبانيول سجل 11 هدف، وأبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والمركز الثالث بورخا لاعب ريال بيتيس سجل 10 أهداف، وفيدات موركي لاعب ميوركا، المركز الرابع ألكسندر سورلوس لاعب ريال سوسيداد صنع سجل 9 أهداف، وياغوس باس لاعب سيلتا فيكو. بالنسبة لصناع الأهداف، المركز الأول أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد صنع 7 أهداف، المركز الأول مكرر ميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد، المركز الثاني لوكاس روبرتون لاعب الميريا صنع 6 أهداف، المركز الثالث زاي بالازون لاعب رايو فايكانو صنع 5 أهداف، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، رودريجو لاعب ريال مدريد، وأليكس جارسيا لاعب جيرونا، وبريان هيرو لاعب اسبانيول. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.